ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومعانا خبر من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيقول إن تم تقديم 170 خدمة حكومية لأكثر من 7.5 مليون شخص مشتركين في منصة مصر الرقمية. محتاجين نعرف أكثر عن هذا الخبر، معانا على التليفون المهندس حسام الدين مصطفى عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. محتاجين نعرف في الأول معلومات عن منصة مصر الرقمية وكمان الخدمات اللي موجودة فيها اللي المواطن يقدر يستفيد منها. تمام. احنا اتكلمنا قبل كده مع صباحني في 2020 في ديسمبر 2020 عن المنصة، وكان وقتها المنصة بتقدم خدمات تجريبية، كان فيها تقريبا 10 خدمات. وقلنا إن وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات طور المنصة خلال سنتين لتشمل جميع الخدمات، والحمد لله ده اللي حاصل في الوقت الحالي. المنصة بتقدم جميع الخدمات الحكومية اللي ممكن مواطن يحصل عليها من جهة، بتقدمها له من خلال المنصة ومن خلال موبايل ابلكيشن، يعني اقدر استخدم الموبايل ان انا احصل على كل الخدمات المتوفرة داخل المنصة بكل سهولة، وبقدر كمان انا ادفع الرسوم او المخالفات من خلالها. المنصه فيها تقريبا اكثر من 168 خدمه في 9 وزارات مختلفه. اهم الخدمات الموجوده عندنا على المنصه هي خدمات الاحوال المدنيه، احوال الشهر العقاري، وكمان التموين. انا اقدر من خلال المنصه ان انا افعل بقى التموين او اضيف او اطلع بدل فائد او ادفع حتى رسوم او فواتير الكهرباء والميه، مخالفات السيارات وخلافه. طيب يا باشمهندس، هل هذه الخدمة بتقدم مجانا سواء على الابليكيشن او على الموقع الخاص بالوزارة؟ وكمان فكرة دفع الرسوم او الحاجات المفروض ادفعها عبر الانترنت بيكون ليها اي رسوم اضافية عشان يعني موجودة على الانترنت، ولا بدفعها بشكل مجاني؟ تمام. اولا هو تسجيل على المنصة هو مجاني تماما. بالنسبة هو كمان آمن 100%. الدفع بيكون دفع رسوم الخدمة فقط لا غير، بدون أي رسوم إضافية سواء كانت يعني الخدمة نفسها ليها رسوم، لكن الـ الحاجات المفروض بندفعها ما عليهاش رسوم، احنا بندفع الفلوس زي ما هي. بدفع رقم زي ما هو بدون أي زيادة، وزي ما قلت إن أنا بقدر أستخدم ده من على الموبايل أو من على الكمبيوتر أو التاب أو أي جهاز. طب يا باشمهندس، عاوزين نتكلم عن سرية البيانات الشخصية للمواطنين اللي بيستخدموا هذه المنصة، هل هي فيها سرية تامة ولا محتاجين نطمنهم يعني؟ تمام. طيب احنا بنتكلم على منصة بترعاها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت رقابة الرقابة الإدارية. وكمان حاجة مهمة جدا، تسجيلي على المنصة هو من الأساس آمن، لأن أنا بسجل من خلال بياناتي هي رقم القومي ورقم المصنع اللي هو موجود على البطاقه، اللي هو بيكون تحت الصوره، الصوره الشخصيه في تحتها علامه مرئيه، بعدين في رقم، ده رقم المصنع بيسمى، وبعدين بيحط اسم الام كمان كتاكيد. ده بدايه التحقق من بيانات البطاقه. اذا بيانات البطاقه سليمه بدخل على تسجيل بياناتي برقم الهاتف الخاص بي انا. لو مش متسجل رقم تليفوني باسمي مش هقدر اسجل على المنصه، وبيجي لي عليه ما يسمى او تي بي، هي وان تايم باسورد، تاكيد ان ده رقم تليفون. فمن البدايه التسجيل امن، ومع استخدام الخدمات بعد كده برضه يبقى في نوع من السكيورتي مع كل خدمه بستخدمها. يعني مش معنى ان انا معايا رقم السر بتاع شخص او صوره بطاقه شخص ان انا اقدر استخدم المنصه، لا. طيب عايز بقى اعرف من حضرتك حاجه، لو المواطن المصري اللي بيتفرج علينا دلوقتي عايز يعرف الخدمات اللي موجوده على بوابه مصر الرقميه، ازاي يقدر يتعرف على هذه الخدمات؟ تمام. لما نقول هيعرف ازاي يتعرف، خلينا نقول ازاي هندخل على المنصه. احنا في جوجل بنكتب منصه مصر الرقميه يديني الموقع مباشره، او بكتب digital.gov.eg بيفتح الموقع بتاعي. الموقع او المنصه مباشره اول ما بدخل، اول حاجه ظاهره عندي هي عرض الخدمات.
اول حاجه بيقول لي تفسح الخدمات. تفسح الخدمات يديني جميع الخدمات لكل الوزارات، يعني يديني بالشرح بتاعها، الحاله الشخصيه، مركبتي، الكهرباء، شهر عقاري، سجل تجاري، وهكذا. حتى كمان في حاجات خاصه بوزاره العدل ليها علاقه بالقضايا، حاجات ليها علاقه بالبريد المصري، وكل خدمه من دول عندي شرح ليها، يعني كل وزاره محطوط خدماتها زائد شرح لكل خدمه كيفيه استخدامها والوقت اللي بيه انا هقدر استلم المستلم بتاعي او الخدمه اللي انا طلبتها. يبقى عندنا فوق 7 مليون مستخدم، بناخد تقريبا 168 خدمه متاحه من 9 جهات حكوميه. اتفضل معاك. طب يا باشمهندس، هي المنصة بتتيح للمواطن ان هو يقدر يتابع الطلب بتاعه اللي تقدم بيه عليها؟ اول حاجة اول ما بسجل دخولي على شاشة رئيسية مكتوب على المنصة مباشرة في اول شاشة او اول صفحة مكتوب التوجه الى حسابي، مكتوب تابع حال الطلبات كل ما يتعلق بيك، يعني المتابعة من اول ما بدخل هو بيسألني انت تابع طلباتك ولا لا، بدخل بلدي رقم الطلب وتاريخ انشاء الطلب وحاله الطلب، هل الطلب تم تنفيذه او بيقدر من خلاله ان هو يتابع الطلب بتاعه. اي عدد من الطلبات انا مقدمها بقدر اتابعها في وقت واحد، واقدر اعيد كمان ارسال لو الطلب اتاخر، اقدر ان انا ادخل اعيد ثاني ارساله او اتاكد ايه سبب تاخير الطلب، يمكن انا اكون في اول نقطه ما قدمتهاش برجع اعيد اقدمها مره ثانيه. طب يا باشمهندس، معظم المواقع الجديده اللي موجوده دلوقتي على الانترنت الخاصه بالخدمات بيكون فيها تشاتنج، ويقدر المواطن ان هو يتواصل مع الدعم الخاص بالمنصه من جوه الموقع، هل ده متاح على منصه مصر الرقميه ولا لسه مش موجود؟ مصر الرقميه فيها وسائل الدعم مختلفه، فيها رقم تليفون، فيها ان انا ادخل اشوف الاسئله الشائعه واقدر ان انا اتواصل مع ارقام الاتصال. الشات يمكن المفروض ان احنا حاليا في اعداد للشات بوت بحيث ان انا اقدر اعمل شات بشكل مباشر مع الدعم الفني. يعني ده دي فكره مطروحه. حاليا لسه مش متوفر، لكن فكره مطروحه قريب هتكون موجوده على الموبايل وعلى الكمبيوتر كمان. المهندس حسن، نستعين كمان في دليل الجهات الحكوميه، يعني اقدر من خلال المنصه ان انا اتعرف على جميع الخدمات الموجوده في كل وزاره، واقدر انتقل من المنصه لاي موقع خاص باي وزاره علشان اعرف عنها اكثر، انا عايز اعرف الوزاره نفسها ايه الخدمات اللي بتقدمها الوزاره، واقدر اتواصل مع الوزاره بشكل مباشر. المهندس حسام الدين مصطفى، عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا.